لشوط الختام تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. هنا الخاصة بالحجايج البكار الانتاج والمنتجين أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات الجميلة. نذكركم بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم وانطلاقة حجايج أصحاب السمو الشيوخ. نتابع هذا الانطلاق، نتابع هنا هناك الصدارة والمقدمة والمركز الأول فرق لسعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. العزرة في المركز الثاني سالم بن حمد بالقرين العامري، وفي المركز الثالث بلشة. تأتينا هنا فهد بن طحنون الهاجري يقدم لنا بلشة. هذا الانطلاق الجميل وصلت فخر ثلاب بن راشد بن ثلاب الهاجري ثالثا، وفي المركز الرابع جميرة محمد بن سلطان بن رشيد السويدي. الوصول هنا من قبل مناورة حمدان بن راشد بن سالم الشامسي القادمة، كذلك هنا تأتينا النصيبة سالم بن مسلم بن سالم بن هيا العامري، وعزايم لسيب السلطان بن محمد العرياني المنطلقة بهذا التحدي الجميل. الوصول من زعفرانة أحمد بن محمد بن سالمين العامري أيضا قادمة بكل قوة، وتحدي تاسع مراكزنا القادمة هنا الشاهينية محمد بن سالم بن حبيب الهشامي، والمركز العاشر بغداد علي بن راشد بن سعيد السعدي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى وأسامي خارج أيضا التغطية قادمة أيضا بأداء جميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى العزرة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. انطلقت بصدارة هذا الشوط هنا العزرة سالم بن حمد بن القرين العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني من الجانب الآخر، وتتسلل هنا زعفرانة أحمد بن محمد بن سالمين العامري، من تسللت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني زعفران، هناك فخر لثلاب بن راهب بن ثلاب الهاجري، وتأتي عزايم سيف بن سلطان بن محمد العرياني. الوصول من النصيبة سالم بن مسلم بن سالم بن هيا العامري، والمركز الخامس العزرة هنا المنطلقة لسالم بن حمد بن القرين العامري على المركز الخامس وسادس مراكزنا القادمة. هنا بغداد علي بن راشد بن سعيد الساعدي بهذا الانطلاق الجميل، وتأتينا هناك أيضا في هذا الانطلاق الجميل والتحدي الشاهينية محمد بن سالم بن حبيب الهشامي القادمة بكل قوة. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى زعفرانة المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على الصدارة وعلى المركز الأول. زعفرانة، زعفرانة هنا أحمد بن محمد بن سالمين العامري، المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على الصدارة، يبغوا النقطة الثانية لأهالي زاخر هنا في هذا الصباح المميز الجميل. يا سلام، ولكن هناك 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 عزايم 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 معزمه معزمه لسيب بن سلطان بن محمد العرياني. وهنا زعفرانه احمد بن محمد بن سالمين العامري، تحدي ثنائي عيناوي مميز جميل. الله الله، التحدي مميز، ولكن هنا زعفرانه وعزايم عزايم وزعفرانه. عادت زعفرانه الى الصداره الى المقدمه الى المركز الأول. شعار شاهين لا يرضى إلا بالفوز إلا بالناموس. تهانينا لأحمد بن محمد بن سالمين العامري على هذا الفوز الزعفرانة. المركز الثاني أتتنا هناك عزايم سيف السلطان بن محمد العرياني، والمركز الثالث من وصلت هناك أيضا بغداد العلي بن راشد بن سعيد الساعدي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع المركز الرابع هناك
والمركز الخامس مشاهدينا الكرام، من وصلت هناك وعد حمد بن احمد بن مطر بن مايد لخيلي، وهذه هي النتائج مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود هنا الى التوقيت الزمني، تهانينا والناموس على فوز زعفران بالمركز الاول لاحمد بن محمد بن سالمين العامري، تهانينا والناموس له على هذا الفوز المميز الجميل، والتوقيت الزمني الذي سجل مع هذا الانطلاق المميز 4:44 خمسة من الأجزاء من الثانية. سلام زاخر سلام، المركز الثاني عزايم لسيب بن سلطان بن محمد العرياني، 4:44 ثمانية من الأجزاء من الثانية. بغداد مناة الثالثة علي بن راشد بن سعيد الساعدي، تهانينا له والناموس على هذا الفوز، 4:47 خمسة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، تهانينا والناموس على هذا الفوز. وإلى ملخص